الموقف الجديد الذي وضعنا فيه والإساءات المتكررة التي يقوم بها المجرمون تجاه القرآن الكريم، موقف ليس بالجديد كما يحدث في السويد، موقف ليس بالجديد وليس الأخير، ولن يؤدي ذلك إلى شيء يضر بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، ومحفوظ في صدورنا قبل أن يكون مكتوبا في سطورنا. القرآن الكريم كما قال ربنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن لا بد من موقف عملي. الحماسة دي حلوة، والعواطف اللي احنا شايفينها تملأ اللاين تايم في الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها، جميل، لكننا نريد تحويل هذه المشاعر إلى قرارات عملية، مواقف عملية ننصر بها القرآن وننصر بها دين الله تعالى. على الأقل موقفين اثنين يدلاني على إنك خدت قرار عمل. الموقف الأول سهل ويستطيع أي حد يقوم به، أن تقاطع المنتجات السويدية مقاطعة كاملة الاقتصادية بالذات، وده موقف سهل. ما تشتريش من أي منتج يخرج من هذه الدولة حتى يتأدبوا، لأنه لا يؤدبهم إلا المال. وهذا موقف لو تعلمون عظيم، لأن كمية المنتجات السويدية التي تباع في العالم وفي خاصة في المجتمعات كبيرة، ولو أنهم أضيروا من خلالها لعلموا أن الإساءات للأديان أمرها عظيم وخطرها جسيم ووبالها عليهم عظيم. الموقف الثاني وهو الأصعب والأهم والمطلوب أنك أنت تعمله، هو أن تتحول من مجرد قارئ للقرآن وتال وحافظ، مع أن ده شيء كويس، إلى أن يكون القرآن روحك في هذه الحياة، إلى أن يكون القرآن منهجك في هذه الحياة، فتحل حلاله وتحرم حرامه. لماذا؟ لأنك حين تعارض أحكام القرآن الكريم فترتكب المحرمات التي أمر الله بتحريمها، فأنت تسيء للقرآن أكثر من إساءة السويديين له.